عليكم. ازيك يا شباب؟ فيديو جديد ولعبه جديده، لعبه هانتد دروم او البيت المسكون. لعبه خفيفه ممكن تكون اللعبه للسن الصغير، لكن انا ما بحبش افوت اي لعبه، فانا برضو قلت انزلها لكم ممكن تعجبكم. اللعبه شباب حجمها صغير جدا، 38 ميجا، لعبه خفيفه وصغيره جدا ومسليه وممكن تعجب ناس كتير جدا. اقول لكم على اللعبه عباره عن ايه باختصار. كل اللي عليك ان انت بتحاول تدخل بيت من دول على وتخش على السرير وتنام وتقفل الباب وراك، ده اهم حاجة انك بتخش تنام وبتقفل الباب وراك. اثناء النوم العداد العملات بيعد بيعلى معاك، بعد كده بتنزل دروع ورا الباب، يعني تفضل تنزل في دروع ورا الباب، وبعد كده انت ممكن تعمل ابديت للباب، لازم تخلي الباب عشان يبقى محكم كويس، كل شويه تعمل ابديت للباب وتنزل في دروع، والدروع دي بتعمل لها برده ابديت، والسرير اللي انت نايم عليه برده بتعمل له ابديت عشان خاطر العملات تزيد اكتر، لان انت لو ما عملتش كده هو بيدخل عليك على طول، اللي هي امنا الغوله دي بتخش تقوم ده داخله عليك على السرير على طول وخطفك. ده كل الموضوع باختصار. في حاجة برضو معلش نسيت اقول لكم عليها، لما بيجي هو يكسر في الباب بتضغط على علامة الترس اللي تحت اللي هي لونها اخضر ديت عشان يعمل عملية اصلاح للباب، هو بيكسر بيفضل في اصلاح شغال. طبعا يا شباب اللعبة في بدايتها بتبقى يعني بتموت بسرعة يعني، بس بعد كده انت لما بتلعب كتير بعد كده مستواك بيعلى، وفي حاجات في المتجر انت بتشتريها عشان خاطر تبقى معاك داخل اللعبة. وبس كده يا شباب، الحكايه سهله وبسيطه، لعبه جميله جدا وخفيفه زي ما قلت لكم، حجمها صغير جدا 38 ميجا، مش هتاخد اي مساحه على موبايلك، وبتشتغل على اي موبايل وعادي جدا فيهاش فيها اي مشكله خالص. دي لعبه جديده، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف اسفل الفيديو، واتمنى يا شباب ان اللعبه دي تعجبكم. متنسونوش يا شباب باللايك والاشتراك في القناه، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.